واليوم كنعرفوا ان التغير ديال الجو خاصه دابا مره كتكون سخونيه مره البروديه شنو كيوقع لنا البشره ديالنا كتمشي لها المرونه ديالها في بعض الحالات والبشره ديالنا كتولي شاحبه وما كتبقاش محافظه على النضاره ديالها فشنو كنقترح عليكم اليوم كنقترح عليكم واحد الزيت اللي كنحطوه في المرتبه بحالو بحال زيت كوكو وزيت زبدة الكاريتا والبعض الكاريتا غير هو أحسن حاجة فيه هي هي الأحماض الدهنية الغير مشبعة يعني لي زاسيد نون هاد الاحماض الدهنيه الغير مشبعه فيه بواحد النسبه ديال 80 في المئه اذا اكثر من الكوكو واكثر من الكاريتي شنو هي هي زيت النخيل لويل دو بالم زيت نخيل لي في اسيا كيستعملوها بزاف لي كذلك ولد... اللي كذلك ولات اون توندونس اللي ولات كتستعمل في اوروبا وفي امريكا كذلك في, في... في امريكا اللاتينيه وفي الولايات المتحده هذا الزيت اللي عنده واحد المزايا كبيره زيت اللي كدخل للمسام ديالنا اللي كتعطينا واحد المرونه اللي كتعطينا واحد الليونه وكتحافظ لينا على المناعه ديال البشره ديالنا الا هضرنا على البشره كنهضروا على البشره ديال الوجه كنهضروا كذلك على الفروه ديال الراس اذا هذا الزيت عندها جوج ديال المنافع كتصلح لينا البشره ديالنا وكتصلح لينا الشعر ديالنا الطريقه ديال استعمال ديال زيت النخيل او الويل دو بالم سهله وبسيطه كناخذوا شويه ديال الزيت كندهنوه على البشره ديالنا كنخ بواحد المساج ديال 10 ديال الدقائق وكنباتوا بها ولا كنستعملوها كسيروم يومي للشعر ديالنا هكا كنحافظوا على النضارات البشره وكنحافظوا على اللمعان ديال الشعر ديالنا لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله